اهلا بيكم يا حلوين. طال الصف الثالث الابتدائي زي ما تعودنا كل اسبوع في نفس الميعاد عندنا حصه جديده من ماده ديسكفر. بصي يا حلوين، طبعا كلنا دلوقتي متحمسين جدا جدا نشوف مع بعض يا ترى ليسن 4 عن ايه. احنا في ليسن 3 اخذنا معلومات عن اور سكان واور هارت. طبعا احنا مكملين مع بعض عن يعني our heart which is a very important organ in our body، وقلنا ان هو عضو مهم جدا جدا في جسمنا وعرفنا ليه، وقلنا من ضمن الوظائف بتاعته ان هو ايه keeps our blood moving through our body. قلنا ان هو بيخلي الدم اللي جوه جسمنا ده يتحرك في الأوعية الدموية، وده فايدته ايه ان هو بيعمل ايه، لان الدم ده او our red cells مالها بتحمل المواد الغذائية اللي بعد بقى عملية الهضم ما خلصت، فناخد يعني المواد الغذائية دي نبتدي نروح بها فين، نروح بها عند كل الأورجنز علشان نديهم المواد الغذائية اللي تخليهم ايه يشتغلوا صح في جسمنا. طيب تعال نشوف بقى ايه اللي عندنا. listen for اسمه ايه، what happens to the food you eat. ده ايه ده، حاجة دي موضوع مهم جدا. انت عمرك كده افتكرت كده وقعدت تفكر يا ترى الاكل اللي احنا بناكله ده احنا بيحصل له ايه؟ فكرت كده في مرة وقلت الاكل ده بيحصل له ايه، او ايه الحاجات اللي ممكن تحصل فيه، يعني بيحصل له ايه جوه جسمنا؟ النهاردة بقى هنعرف what happens to the food you eat، ايه اللي بيحصل للاكل اللي انت بتاكله. طبعا قال لي في عندي objectives للدرس بتاعي، قال لي discover what happens to food when it's eaten. انا عايز اعرف بقى الاكل اللي انا باكله ده بيحصل فيه ايه. وقال لي كمان هطلب منك طلب، هقول لك build a model of the stomach digesting food. ده انا عايزك كمان تعمل لي model للستومك اللي هي بتهضم الاكل ده كله. طبعا يا حلوين ده طبعا جزء الشير بتاع discover، مش احنا تعودنا ان اول حاجة discover بعد كده learn بعد كده اخر حاجة share. طيب احنا دلوقتي في مرحلة ايه، ان احنا خلاص تعلمنا حاجات كتير كتير كتير، عايزين نعمل ايه، عايزين نعمل model لour stomach. انا هشير معاكم لينك المرة الجاية ان شاء الله، عايزاكم تفكروا من دلوقتي لغاية يوم الاثنين الجاي وتقولوا لي هتعملوا موديل ازاي، ازاي ان انا اعمل موديل لماي ستومك واشوف بقى طيب ايه اللي بيحصل فيها. تعال نشوف دي كلها. طب تعال نبص كده على اللايف سكيلز بيقول لي ايه المهارات الحياتيه اللي هتعلمها النهارده، اللي هو ليرن تو نو. عندي الكريتيكال ثينكينج سكيلز اللي هي مهارات التفكير الناقد، وعندي ليرن تو ليف توجذر كمان، ان عندي مهارات ايه حياتيه هتعلمها النهارده، التفكير الناقد، وعندي المشاركة. التفكير الناقد ان انا هعمل ايه، انا هقعد افكر الحاجات ان زي انا عملية الهضم بتتم داخل جسمي، الاكل اللي انا باكله ده بيحصل فيه ايه. طبعا تفكيري في اللي انا عايز افهم حقيقة الاشياء وازاي الحاجات بتتعمل وازاي الحاجات بتشتغل وبتتحرك، ده تفكير ناقد. واحنا قلنا انا عايز ابقى عن تفكير ناقد ازاي، هل كل حاجة اشوفها حواليا اتعامل معاها كده وخلاص، ولا لازم اقعد كده افكر الحاجه دي جت ازاي، حصلت ازاي. انا عايز اعرف النهارده الاكل اللي انا باكله ده جوه بقي يحصل له ايه جوه جسمي، ده ايه، ده تفكير ناقد. انت كده ايه شطور طبعا، وانت كمان شطوره عشان عايزه تقعدي ايه تفكري وتسالي اسئله، انا هجاوبك النهارده على الاسئله اللي انت بتفكري فيها. عندي بقى مهاره ثانيه اسمها ايه، شيرينج. طب ايه بقى الشيرنج ده؟ طبعا مش احنا قلنا اننا مفروض احنا جوه الكلاس هنعمل الموديل ده مع بعض، فطالما احنا هنعمله مع بعض يبقى احنا هنقعد نفكر مع بعض هنعمل الموديل ده ازاي، ازاي احنا هنعمل موديل لاور ستومك. طبعا احنا هنجيب ريسورسز من عندنا من البيت، وهنجيب ممكن نجيب علب بقى فاضيه، ونجيب حاجات مثلا انابيب فاضيه عندنا مش محتاجينها لمساعده اسرتي ان انا عايش معاها، يعني اقول لهم انا محتاج ابني او اصنع موديل لماي ستا.
وهم هيساعدوك، لو عليك ان انت شطور وان انت شطوره بتفكري وعايز تعملي حاجات جديده فطبعا هنساعدك. وانا كمان عايزه اعمل مسابقه ما بينكم اشوف مين افضل من حد هيعمل افضل موديل. ايه رايكم تيجي بقى نعمل مسابقه ونشوف مين اللي هيعمل موديل حلو قوي؟ طيب يلا بينا نشوف بقى هيحصل ايه. هشير معاكم بعد كده لينك عشان ترفعوا عليه صور الحاجات اللي انتوا عملتوها، بس عايزاكم بقى تقعدوا تفكروا من هنا بقى اليوم الاثنين هتعملوه ازاي. طيب today we are going to explore the organ that helps us get nutrients and energy from the food we eat. النهارده هنقعد بقى نكتشف مع بعض ونفكر ونتناقش اللي بيساعدنا ان احنا نحصل على المواد الغذائيه والطاقه من الاكل. والاكل انا باكله ده بيديني ايه؟ مش بيديني مواد غذائيه نيوترينتس وبيديني انرجي؟ طب يا ترى بقى العضو ده مين؟ مين ده الاورجن اللي جوه جسمي اللي بيساعدني ان انا اعمل كل ده؟ فانا بقى هسالك سؤال. What organ do you think we'll learn today about today? What organ do you think we'll learn about today? ايه بقى الاورجن اللي احنا هنتعلم عنه معلومات ونعرف عنه معلومات النهارده؟ مش احنا قلنا ان احنا عايزين نعرف مين الاورجن اللي بيساعدنا ان نحصل على المواد الغذائيه نيوترينتس والانرجي والطاقه من الاكل؟ فكروا كده معايا، يلا بقى فكروا كده معايا واكتبوا لي في الكومنتس ايه هو الاورجن اللي احنا بيساعدنا اننا نحصل على المواد الغذائيه والطاقه من الغذاء. قولوا لي بقى، يلا يلا يا حلوين. يلا قولوا لي. برافو عليكم، في حد قال لي، طب انا مش هقول هو قال ايه، انا هوريكم الصوره دلوقتي. Excellent. Our stomach. لو انت فكرت وما كتبتش الاجابه قول لي بقى انت الاجابه طلعت صح ولا لا. احنا فكرنا، مش احنا قلنا هنفكر ونكتب؟ طيب لو انت ما كنتش كتبت وفكرت في الاورجن ده فانا عايزه اقول لك ان هو our stomach. طيب تعال نشوف بقى ايه الموضوع بقى وازاي الموضوع كله ده بيحصل. بيديني كده بيقول لي we need food to be healthy. Our bodies give us signals when we need to eat. يا سلام. طيب انا عايزك تقول احنا طبعا لازم ناكل ونتغذى علشان نعيش حياه صحيه ونحافظ على صحه جسمنا. لو حد ما اكلش هيدوخ وهيتعب ومش هيعرف يذاكر ومش هيعرف يلعب ومش هيعرف ان هو يقوم من السرير او ممكن كمان يعيا، فلازم ناكل اكل صح. طيب بيقول لي our bodies، انا دلوقتي لما بكون جعان بعرف ازاي ان انا جعان؟ يعني هل انا كده لما بحس بالجوع، يعني انا عايز اخش اكل او جعان بحس بايه؟ اول بيقول لي our bodies give us signals when we need to eat. جسمنا بيدينا علامات واشارات بمعناها احنا يلا بينا احنا محتاج للاكل، كان جسمي بيقول لي انا محتاج اكل من فضلك يلا بينا عشان ناكل. مين يقول لي بقى ايه السيجنالز اللي انت بتحس بيها بتخليك تحس ان انت لا خلاص انا دلوقتي لازم اروح اكل؟ ها مين يقول لي؟ برافو. تحس كده بايه؟ تعال نشوف. Sometimes we feel our stomach grumble when we are hungry. كده معدتنا كده بتتحرك كده بتعمل صوت معناه ان احنا جعانين. Who can share another signal your body gives you when you are hungry؟ طيب بتحس بايه كمان وانت ممكن عايز تاكل؟ بتحس ان انت جعان غير بقى ان your stomach يعني بتبقى grumble كده بتعمل كده اصوات مثلا او كده بتحس نفسك لا ده انا جعان. ها فعلا في ناس، طب هنشوف كده احنا عايزين نشوف الاكل بتاعنا لما بينزل بقى في معدتنا. طبعا بيبقى من بقنا الاول بعد كده بينزل على المريء بعد كده بيدخل على الماء. ماله شكلها عامل زي الكيس كده او عامل زي البالون. تعال نشوف. طيب يبقى شايفين انتوا سامعين معايا احنا ايه هنا؟
بيقول لي the body has a process that changes the food we eat into simpler parts. يبقى اللي بيحصل ان الاكل ده بتاعنا احنا جسمنا بيعمل كده a process عملية معينة بتغير الاكل بتاعنا. ازاي بقى يا ولاد؟ And once food is broken down, the body absorbs it to get energy. حلوة جدا. طب انا دلوقتي فهمت ايه؟ مش تقول لي ايه اللي بيحصل؟ هقول لك ايه اللي بيحصل. هو طبعا قال لي العملية دي في كلمتين، قال لي انت الاكل بتاكله ده بيتحول الى break down بقى لحتت صغننة، بعد كده احنا بناخد منه الانرجي. طب انا عايز اعرف اكتر. تمام. Inside your stomach muscles churn acid to further break down the food. احنا عندنا معدتنا بتفرز عصارة، العصارة دي اول ما الاكل على طول بينزل جوه معدتنا تبتدي المعدة تفرز عصارة، العصارة دي تبتدي ايه؟ تفتفت الاكل وتخليه يتحول الى ايه؟ تحول الى مادة سهلة جدا نقدر نحصل منها على المواد الغذائية. قال لي كمان digested food moves to the intestines to continue the digestion process. ده كمان الأكل بتاعنا بعد كده بيبتدي بقى في الحركة بتاعته لغاية ما نكمل إيه؟ عملية الهضم. يبقى إحنا أول حاجة الأكل هيبتدي ناكله ونمضغه وعند الأسنان كده بتحاول إن هي إيه؟ تمضغ الأكل. بعد كده الأكل ده بيروح بقى للبلعوم، بعد كده المريء، بعد كده بينزل للمعدة، وأول ما بينزل لأور ستومك اللي بيحصل بيبقى فيه إيه؟ عصارة بقى بتتفرز to churn food، يعني بتبتدي بقى إيه؟ تخلي الأكل ده يتحول إلى مادة بسيطة جدا ولينة جدا، وتحاول إن تحولته إيه يا ولاد؟ simpler parts، أجزاء سهلة جدا. وبعد كده بتروح للإنستاينز to continue the digestion process. تمام؟ يبقى أنا بكمل عملية الهضم. كل ده اسمه ايه؟ digestive system. ده اسمه ايه يا ولاد؟ digestive system، يعني الجهاز الهضمي اللي انا طبعا بيقوم بكل عملية الهضم. قال لي the nutrients are carried away in the blood. خلاص كده عملية الهضم تمت وخلاص، بتروح بقى على الامعاء عشان تكمل عملية الهضم، ومن هناك بيبتدي بقى ايه؟ بتطلع عندي النيوترينتس اللي هي المواد الغذائية. مين بقى اللي بيحمل المواد الغذائية في البلود away بقى في جسمنا كله؟ the blood. بيبتدي بقى المواد الغذائية دي بتروح للايه؟ ل our blood. giving all parts of the human body energy to run. طبعا المواد الغذائية دي والفيتامينز طبعا وكل ده مهم جدا لجسمنا، علشان احنا قلنا قبل كده ان هو بيدي جسمنا ايه يا ولاد؟ بيدي جسمنا الطاقة اللي هو محتاجها. يبقى انا عندي النيوترينتس are carried away in the blood، بيتم طبعا حملها من خلال our blood. giving all parts of the human body energy. خلاص بقى انا هاخد المواد الغذائية دي وهديها لكل الاورجنز وكل البارتس اللي في جسمي وماي سكان وكل حاجه، كل حاجه وماي برين كل حاجه، كل حاجه تبتدي النيوترينتس تروح بقى ايه لكل جزء في جسمي. قال لي طيب انا في عندي شويه اسئله كده انا عايز اسالها لك عشان اعرف يا ترى بقى انت عرفت الحاجات اللي احنا فهمت الاجزاء اللي احنا قلناها، الكلام اللي احنا قلناه ده كان مفهوم ولا لسه؟ قولي why do our bodies need to digest the food we eat؟ ليه احنا our bodies محتاجة ان هي تهضم الاكل اللي احنا بناكله؟ ولو الاكل ده ما تهضمش، الاكل ده يعني ما تهضمش، هو انا هقدر ان انا to get nutrients، هقدر ان انا to get energy so my body can run؟ لا طبعا. يبقى ايه بقى؟ to get nutrients and energy. انا محتاج ان جسمنا ده يهضم الاكل وان الاكل ده يتهضم to get nutrients and energy. قال لي how does the stomach help digestion؟ ازاي our stomach بتساعد على الهضم؟ طب ازاي؟ فاكرين لما كنا بنقول ان هي break down
the food into simpler parts. تمام، هو ده اللي احنا المفروض نعمله. تمام، when our stomach churn the food، هي بتعمل بقى ايه؟ الفود ده بتحوله لماده سهله جدا مع العصاره اللي بتتفرز، فبكده جسمنا يبقى ايه؟ ابسط، يبقى it turns او it's يعني to make our food or break our food into simpler parts، بتحوله لاجزاء اسهل. طب احنا كده خلصنا مع بعض lesson 4، وكان عن ايه؟ كان عن digestive system او how what happens to the food that we eat. What happens to the food that we eat؟ ايه اللي بيحصل للاكل اللي احنا بناكله؟ واتكلمنا عن our stomach وازاي الاكل بقى بيتهضم. طب احنا ليه بنهضم الاكل؟ عشان ايه؟ برافو عليكم، to get nutrients and energy، عشان احنا نحصل على المواد الغذائية والطاقة. طب انا هسألكم، مين بقى اللي بياخد المواد الغذائية دي وبيوزعها بقى على كل الأورجنز وعلى كل البارتس in our body؟ مين؟ برافو عليكم، البلد. احنا قلنا the nutrients are carried away by blood to all the organs. عندنا احنا النيوترينز دي، مين اللي بيوزع بقى النيوترينز دي على الجسم كله وعلى كل البارتس in our body او كل الاورجنز؟ قلنا مين يا حلوين؟ قلنا البلد. طب لو رجعنا بقى خطوه لورا، هو مين اصلا اللي بيخلي our blood moves through our body؟ مين بقى اللي بيساعد على الكلام ده؟ احنا قلنا في organ كده في اول الحصه، هو اللي بيساعد او keeps blood moving through our body. Keeps blood moving through our body. مين يا حلوين؟ مين الشاطر اللي هيقول؟ الناس اللي متابعاني من اول الحصه، مين اللي بيساعد؟ برافو، حد قال heart. يبقى our heart keeps blood moving through our body، بيساعد الدم بتاعنا يتحرك في جسمنا كله. طيب ليه بقى؟ قلنا ان our blood carry in، مش قلنا ان our blood ده هو carries the nutrients and energy to all the parts in our body of our body؟ صح، برافو. وقلنا ان احنا we need the nutrients and energy so we can run and we can do all the things that we do in our life or daily life routine. احنا محتاجين النيوترينتس دي ومحتاجين الانرجي دي عشان نتحرك، جسمنا يتحرك ونقعد نذاكر ونبقى قاعدين مركزين. ما انا من غير النيوترينتس دي ومن غير الانرجي انا مش هتحرك من المكان. يبقى شايفين بقى ان كل الاورجنز اللي موجوده في جسمنا هي اصلا بتساعدنا، وكلها بتساعد بعض، كلها ايديها في ايدين بعض عشان تخلي جسمنا ده صحته اقوى. عشان كده انا لازم ان انا استخدم healthy habits عشان احافظ على صحه بشرتي او الجلد بتاعي، my skin my heart، وان انا اكل اكل صحي عشان احافظ على صحه جسمي من خلال الاكل اللي بيدخل لماي ستومك. يبقى كل الحاجات دي انا بعملها. اتكلمنا عن السيجنالز اللي انا بحس بيها لما بكون جعان، يعني you can feel that your stomach is grumble، يعني بتبقى ايه بقى حركات كده، بسمع كده حركات بوداني او حاجه كده مثلا كان ايه، يلا بينا عشان ناكل. حركه معدتي دي بتقول لي ان احنا جعانين، يلا بينا ناكل. وقلنا ان في سيجنالز كتيره بتختلف من شخص لاخر بيحس بيها ان لما اكون جعان انا ايه بحس بالسيجنالز دي. كده احنا خلصنا مع بعض lesson 4، ويعني انتوا كنتوا شاطر جدا النهارده وجاوبتوا معايا اجابات كتير. بتمنى لكم التوفيق، وشكر خاص لمنصه البث المباشر والاداره العامه للمحتوى التعليمي.